إذن مشاهدينا الكرام، شرط ثلث القوائم الانتخابية للشباب تثمين وتخوف. نسعد بأن يكون معنا عبر خدمة سكايب لنقاش هذا الموضوع الدكتور عامر بن المداني، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا أيضا بالدكتور عامر بن المدني، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشؤون أو في الشؤون الانتخابية. مرحبا بك دكتور معنا عبر خدمة سكايب. مرحبا. مرحبا بك وبكل متابعي قناة شرق نيوز. أهلا بك دكتور. مشروع قانون الانتخابات يضمن حلولا ناجعة لمحاربة الفساد وفق عمار بالحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، ماذا تقول دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن عانت الجزائر من الكثير من اللغط والقيل والقال حول مشاريع قوانين الانتخابات. نعم. إذ أن الجزائر في ظرف 20 سنة عرفت تقريبا 10 تعديلات لقانون الانتخابات، آخرها هو مشروع قانون الانتخابات الجديد لسنة 2021. الإضافة في هذا القانون ربما تكلم عنها ممثلي الحكومة هو أنه جاء ربما بالعديد من النقاط الجديدة التي لم نكن نعرفها، خاصة فيما يتعلق بعنصرين أساسيين وهو الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة دون مزج، وكذلك ضمان الثلث للشباب الجامعي وثلث لصفة الشباب بصفة عامة، وكذلك المناصفة بين المرشحين سواء كانوا نساء أو رجالا. نعم دكتور، دعنا نتحدث عن الشباب. ما الذي الحيز الذي قدمه هذا القانون أعطاه للشباب قانون الانتخابات الجديد دكتور؟ نعم، لطالما تكلمنا عن عنصر الشباب الذي يمثل أكثر من ثلثي المجتمع الجزائري، وبالتالي هذا القانون يضمن على الأقل تمثيل ثلث الشباب في القوائم الانتخابية. وكما نعلم أن الشباب ساهم ويساهم في بناء الجزائر، وكله طموحا في تقديم الأفضل للجزائر. وكما نعلم أيضا أن الحراك الذي قام به الشعب الجزائري قاده الشباب، وأن الثورة التحريرية قادها الشباب، فمعظم المجاهدين وشهدائهم من فئة الشباب. إذن هذا عنصر الشباب هو إضافة للخبرة التي يتمتع بها إخواننا وأباؤنا وأخواتنا في المجتمع الجزائري، وبالتالي نرى أن عنصر الشباب يجب أن يستفيد من هذه الميزة وأن يتعلم ممارسة السياسة وأن يتأطر في الأحزاب السياسية وفي الهيئات الانتخابية مثل المجلس الشعبي البلدية والمجلس الشعبي الولائية وكذلك المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولما لا أن يكون هناك قادة من عنصر الشباب يتمتعون بالمعرفة وبالخبرة وكذلك بالممارسة الميدانية لمختلف المسارات السياسية والإدارية وكذلك العلاقات الاجتماعية. إذن هذه فرصة لكل شباب الجزائر أن يقدموا الأفضل لبلادهم ولمختلف شرائح المجتمع الجزائري. دكتور عامر، طبعا أن كل عملية انتخابية تسعى لإدماج الشباب في السياسة عموما، هل ترى بأن مشروع القانون العضوي للانتخابات سيستطيع أن يدمج الشباب في الحياة السياسية؟ ونحن نلاحظ أن الشباب
صراحة عازف عن هذه العملية. نعم، إذن القانون لكي نكون واضحين أكثر، هو يسمح بوجود ثلث للشباب في القائمة الانتخابية، وهو يختلف عن الكوتا. إذن على الشباب أن يقدم برنامجه في ترشحه، سواء كان في قائمة انتخابية حرة أو كان في حزب سياسي، إذ أن القائمة المفتوحة لا تعطي الفوز للشباب، وإنما تمنحهم الحق في الترشح وفي تقديم برنامجهم السياسي، وهذا يشكل في حد ذاته تحديا ورهانا للشباب من أجل فرض وجوده في المجتمع. وبالتالي لما نقول الثلث، هذا لا يعني أنه الفائزين في القائمة الانتخابية راح يكون بالدرجة الأولى من الثلث، إذن الثلث هو فقط في الترشيح. إذن على الشباب أن يأخذ ثلثه كاملا أو أكثر في القوائم الانتخابية، إذن ما يبقاش فقط في مجرد ينتظر أن الدولة تمنحه جزءا أو قانونا يساعده على الممارسة. إذن على الشباب أن يبادر وأن يتواجد في المعركة السياسية وأن يترشح وأن يقدم بديلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للمجتمع. دكتور، هل ترى أن الشباب مستعد لهذه العملية، لهذه الحصة التي ستكون من نصيبها أقل من 35 سنة؟ نعم، أنا كل ثقة في الشباب الجزائري، وأن الشباب الجزائري هناك من يقول أو له رؤية سوداوية لمساهمة الشباب، أنا العكس تماما، أنا جد متفائل وأعلم أن الشباب متكون في العمل الجمعوي، وأن المجتمع المدني يساهم كثيرا في التنمية المحلية. كذلك بالنسبة للشباب الجامعي، هناك تأطير في الممارسة السياسية من خلال التمثيل الطلابي، سواء كان الرسمي عن طريق ممثلي الأفواج وممثلي الدفعات، أو عن طريق المنظمات الطلابية، إذ تتواجد بالجامعة أكثر من 13 منظمة طلابية، وبالتالي هنا الشباب يتعلم ويمارس السياسة. أيضا شباب موجود في الأحزاب السياسية، شباب يناضل، شباب متواجد. إذا النظرة تفاؤلية بالنسبة للشباب، وأنه يستطيع أن يتواجد حتى في المجال، أن يثبت نفسه كمرشح وكمنتخب، وأن يقدم الأفضل والبديل، وكلنا ثقة في شباب الجزائر. هل نستطيع القول أن كل هذه القوانين ستنهي ثالوث العروشية، المال الفاسد، وأيضا انعدام الشهادات في العملية الانتخابية ككل؟ نعم، هذا أعتقد أن المشكلة المال الفاسد ومشكلة العروشية ومشكلة التقوقع في بيئة ثقافية أو في بيئة عرقية ما، هي مشكلة عامة يعاني منها المجتمع الجزائري، ولا يمكن معالجتها بمجرد هكذا قوانين. تبقى القوانين لها ربما مساهمة في معالجة الاختلالات، لكن تبقى الممارسة السياسية وأخلقت الحياة بصفة عامة، وأخلقت الحياة السياسية هو الشيء أو السبيل الأمثل والأسرع لمحاربة هذه الممارسات. أعتقد أيضا أن القانون في قانون الانتخابات ما يسمى بالقائمة المفتوحة سوف تمنع شراء القوائم الانتخابية التي عرفناها في الاستحقاقات السابقة، إذ كان السباق على المراتب الأولى الثانية والثالثة، إذ كل من يترتب في المرتبة الأولى والثانية يعتبر ناجحا في نظر القانون، وبالتالي هذا خلق أزمة أخلاقية وأزمة سياسية فيما يتعلق بالمال الفاسد وشراء المناصب الأولى في القوائم الحزبية، خاصة الأحزاب التي لها وعاء انتخابي. وبالتالي هذه الحلول هي حلول ثنائية، تكون في الجانب القانوني وكذلك في أخلاقة العملية السياسية.
دكتور عامر، دعنا نتحدث عن شق البرلمان، هل سنرى مستقبلا برلمانا تمثيليا يعني يصنع القرار، يصنع طبعا وفق القانون الحالي يكون تمثيليا ومنه يصنع القرار ويصنع سياسات ذات جودة دكتور؟ نعم، خلينا نكون متفائلين بالمستقبل. نعم. إن شاء الله يكون المستقبل أفضل للجزائر كما قلنا، بدءا بالدستور الجزائري الذي ربما أعطى صيغتين لتشكيل الحكومة، حكومة ذات صبغة رئاسية من خلال أنه تكون إذا كانت الأغلبية رئاسية يكون هناك وزير أول، إذا كانت أغلبية برلمانية غير رئاسية يكون هناك رئيس حكومة. إذن هذه الثنائية في الدستور سوف تنعكس في الواقع العملي، وبالتالي الرهان على الانتخابات القادمة هو الذي سوف يحدد لنا الإطار المنهجي والعملي لمختلف الهيئات السياسية في الجزائر، بدءا بالهيئة التشريعية وهي البرلمان، وكذلك الهيئة التنفيذية وهي الحكومة التي سوف تخضع إلى نتائج البرلمان حتما، سواء في طريقة اختيار رئيس الحكومة أو حتى في تبني برنامج الحكومة القادمة. بالتالي الشيء الذي ننتظره هو بنظرة تفاؤلية أن البرلمان القادم بالمعطيات والقوانين الجديدة، الدستور الجديد وكذلك قانون الانتخابات الجديد، وربما ننتظر تغييرات أخرى في مختلف القوانين التي تسير البرلمان وكذلك قانون الأحزاب السياسية، سوف تعطي دفعا إيجابيا لأن يؤدي البرلمان دوره كهيئة تشريعية وكهيئة رقابية على الحكومة وكهيئة دبلوماسية أو ما يسمى بالدبلوماسية التشريعية سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي. بالتالي نعتقد أو نتفاعل أن البرلمان سوف يكون له تأثير كبير على الحياة السياسية، بخلاف يعني البرلمانات السابقة التي كانت خاضعة لاختيارات السلطة، سواء كانت في طريقة الانتخاب، إذ أنه شفنا في الاستحقاقات السابقة هناك دائما تحالف رئاسي يؤثر على المشهد السياسي، ودائما يتبنى برنامج رئيس الجمهورية ويسانده دون أن يكون له الحق ربما في مساءلة الوزراء أو التغيير أو طرح الانشغالات أو ما يسمى بالمبادرة التشريعية واقتراح القوانين. بالتالي البرلمانات السابقة نوعا ما كانت ضعيفة، إذ نتوقع أن يكون هذا البرلمان قوي ويعكس مكونات المجتمع الجزائري. نعم. وكذلك يعكس طموحات شباب الحراك الذي ساهم ربما في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في مؤسسات الدولة الجزائرية. نعم دكتور عامر، بما أن مشروع القانون العضوي للانتخابات أقر دعم الدولة للشباب غير المتحزب في خوض غمار العملية الانتخابية والعملية السياسية ككل، ما تأثير ذلك على الأحزاب التقليدية؟ وألا يعتبر هذا دافع لعدم انخراط الشباب في الأحزاب؟ يعني دعم الدولة واضح للشباب هنا، الشباب غير المتحزب دكتور. نعم، إذن هناك دعم واضح ربما لفئة الشباب في القانون الجديد أو في اقتراحات القوانين القانون الجديد من خلال المواد 86 88 90 إلى المادة 93 94 إلى آخره من المواد التي نظمت الحملة الانتخابية. وأعتقد أن الذين تكلموا عن التمييز في القانون في المادة 94 يقول يمكن لجميع القوائم، ما يستثنيش القوائم الحرة أو الأحزاب السياسية، كل قائمة تحصلت على نسبة 20% فما فوق يمكنها أن تحصل على
تعويض من الدولة يعني بعد إعلان نتائج من طرف المحكمة الدستورية. وبالتالي هنا أيضا على الأحزاب أن تفرض تواجدها في الساحة السياسية. ولا يمكن ربما هناك نقاش في الجزائر حاليا بين المجتمع المدني والحزب السياسي، يعني هل يمكن أن يكون المجتمع المدني بديلا عن الأحزاب السياسية؟ ونعتقد أن الدولة من حقها أن تدعم المجتمع المدني والعنصر الشباني، لأنه أبان عن تواجد وعن سند للدولة، خاصة ربما رأيناهم في أزمة جائحة كورونا، رأينا الشباب والجمعيات تساهم ربما بفعالية في مساعدة المواطن، في مساعدة الدولة، في تقديم الخدمات الطبية، في مساعدة المواطنين في الشتاء، في الأزمات. إذن هذا الدور وجب أن نثمنه. أيضا وربما رأينا بعض الشباب يتحفظ على الانخراط في العملية الحزبية، بالتالي هنا المشرع كان ذكيا من حيث استقطاب عنصر الشباب دون أن يجبره على الدخول في الممارسة السياسية الحزبية إن صح التعبير. وأعتقد أنه نحن بحاجة إلى تغيير قانون الأحزاب السياسية بما يتواءم مع الدستور الجديد وكذلك قانون الانتخابات الجديد ومع طموحات الشباب الجزائري. دكتور عامر، دعنا نتحدث أيضا عن المال الفاسد كنقطة مهمة في مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات. بالحمر صرح أن ذات المسودة تضمنت حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد، الرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات. كيف يجد أصحاب الكفاءات مكانهم في الاستحقاقات القادمة دكتور؟ نعم، إذن هذا الذي تكلمت عليه من حيث أنه القضاء على ربما المال الفاسد، وهنا بين قوسين لا، نحن قلنا بأنه الأمر أخلاقي أكثر منه أمر قانوني. نعم. إذن أخلاقات العملية السياسية يحتاج ربما إلى سنوات من العمل. أما من الجانب القانوني فلما نتكلم على قانون الانتخابات الجديد هناك ميزات أساسية. أولا القائمة المفتوحة، القائمة المفتوحة هنا مع غياب المزج هنا قلنا ما تسمحش بوجود تسابق على المراتب الأولى، وبالتالي هذا ربما يقلل من شراء القوائم الانتخابية. النقطة الثانية أنه في الحملة الانتخابية المبلغ محدد، بحيث أنه الحملة الانتخابية دكتور بالنسبة للقوائم البرلمانية ما تجوز 1,500,000 دينار جزائري. أيضا الهيبات التي تعطى للمترشحين أو للأحزاب السياسية حتى نعم دكتور، أيضا الحملة الأحزاب الحملة ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية، إذن فيه ضوابط كثيرة لكي لا يدخل المال الفاسد في العملية السياسية، ليس كذلك دكتور عامر؟ نعم، بالنسبة للمادة هنا تكلمت عليها أخي، المادة 96 وهي تجبر على أصحاب القائمة الانتخابية أو المترشح المستقل أن يعين أمين المال أو ما يسمى بالمحاسب، وهذا المحاسب هو الذي يتعامل مع السلطة الانتخابية ويتعامل مع المترشح كمنسق مالي من أجل مراقبة كل العمليات المالية التي تقوم بها الأحزاب السياسية أو القوائم المترشحة، وبالتالي هنا نوع من الضبطية المالية أو الرقابة المالية سواء كانت مسبقة أو بعدية على أموال الحملة الانتخابية. أيضا كما قلت أنه القانون يمنع المبلغ الذي يتجاوز 1,000 دينار يجب أن يوضع في بنك أو في حساب بنكي لدى الحزب السياسي.
وبالتالي هذه الطريقة تمكن الدولة والسلطة الانتخابية من مراقبة مال الحملة الانتخابية وعدم السماح بالتجاوزات وشراء الذمام الذي كنا نعهده ونتابعه في الاستحقاقات السابقة. نعم دكتور، كمتخصص في الانتخابات، ما هي أهم النقاط التي ممكن المهمة التي جاء بها مشروع قانون الانتخابات، وكيف يؤثر على العملية السياسية ككل؟ نعم، إذن شكرا. طبعا العزوف، هذه الأمور، كيف نعيد المواطن الجزائري للصندوق لكي ينتخب في جميع الاستحقاقات المقبلة التي تقبل عليها الجزائر؟ نعم، قلت كما قلت، سؤالك مهم جدا. كيف نعطي الثقة للمواطن بأن يساهم سواء كان كمترشح أو كناخب في العملية الانتخابية، وبالتالي بصفة عامة في العملية السياسية؟ أول عنصر اللي ذكرته هو تبني نظام القائمة المفتوحة، إذ يمنح الحق للمواطن في اختيار الشخص الذي يريده سواء كان مرتبا في الأول أو في الوسط أو في الأخير، وبالتالي هذه النقطة يمكن أن تسمح للمواطن أو الناخب أن يتوجه إلى الصناديق وأن يعبر عن رأيه. النقطة الثانية هي الملاصفة في القائمة الانتخابية بين الرجال والنساء، بالتالي يسمح لفئة كبيرة وهي شريحة النساء بأن تنتخب بكل حرية على زميلاتها، وربما ترى شخصا آخر. النقطة الثانية هي الثلث الشباني، بالتالي يسمح بتواجد الشباب داخل القوائم الانتخابية، وهو ما يشجع الشباب أن يتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب زملائهم أو انتخاب ما يشاءون. أيضا النقطة الثالثة وهي تواجد شرط ثلث من الجامعيين وحملت الشهادات، بالتالي هذا قد يعطي مصداقية علمية لمختلف الاستحقاقات أو مختلف الترشحات. أيضا ربما الإمكانية التمويل للحملة الانتخابية كما ذكرنا قد يمنح الشباب الذي ليس له إمكانيات مادية أو إمكانيات لوجستية أن يتقدم إلى الانتخابات. إذن هذه ربما النقاط التي ذكرتها. دكتور، كسؤال أخير، قانون جديد للانتخابات هل يصلح ما أفسده الزمن، خصوصا في شق الممارسات؟ فيه كثير من القوانين لكن الممارسات ممكن تبقى نفسها. نعم، هذا هو نعم، الشيء من أجل استعادة شرعية المؤسسات، استعادة رمزية المؤسسات وتأثيرها. نعم، طبعا في المحيط. هذا هو الشيء الذي يمكن أن يكون جزءا. إصلاح القانون الانتخابي هو ما هو إلا قطرة من المكونات الإصلاح السياسي، وبالتالي استعادة ثقة المؤسسات الجزائرية وعلاقتها بالمواطن يحتاج ربما إلى الكثير من الإصلاحات السياسية بما فيها قانون الانتخابات ومختلف القوانين الأخرى. أيضا أخلقت الحياة السياسية بصفة عامة، وإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات سواء كانت المؤسسات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو تلك المؤسسات المنتخبة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. بالتالي الإصلاح لا يأتي ربما من معالجة قوانين أو يأتي بين عشية وضحاها، فهو عملية مستمرة تهدف إلى تصحيح الاختلالات، وربما قد تكون لدينا رؤية في المستقبل قد تتغير. بالتالي المشرع ربما لاحظت نقطة في قانون الانتخابات أنه يسمح بمراجعة المبالغ المحددة في تمويل الحملة الانتخابية، لأنه الظروف الاقتصادية والقدرة الشرائية وسعر صرف العملة يتغير من فترة إلى فترة أخرى. إذن يجب أن تكون هناك مرونة في القوانين الإصلاحية، وأيضا
يجب أن تكون هناك مصداقية في العلاقة بين المؤسسات السياسية والمؤسسات بصفة عامة بينها وبين المواطن، وهذا هو لب وجوهر الإصلاح السياسي وجوهر الجزائر الجديدة. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور عامر بن المدني أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الانتخابات على ما قدمته على حضورك عبر خدمة سكايب في الساعة الأخيرة من شروق نيوز. شكرا لك. شكرا.